السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اقتحام مسلحين لمستشفى الثوره في تعز وتصفيه احد المواطنين. أعلن مستشفى الثورة العام في مدينة تعز تعليق عمله عقب قيام مسلحين باقتحام قسم الطوارئ وتصفية أحد الجرحى وإصابة ممرض في قدمه. وقال مصدر طبي إن المستشفى الحكومي الذي يعد الأكبر في تعز توقف عن تقديم خدماته الطبية في جميع الأقسام، وذلك حفاظا على سلامة الكادر ونزلاء المستشفى. وطبقا لمصدر أمني فإن خلافا نشب بين مواطنين في حي السباني تسبب بمقتل مواطن وإصابة آخر. إلى ذلك وجهت السلطة المحلية في محافظة تعز بسرعة ضبط المتورطين في حادثة اقتحام مستشفى الثورة وتصفية أحد الجرحى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار حالات الانفلات الأمني في محافظة تعز ودور السلطة المحلية وإدارة الأمن في الحد من ذلك. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تتعدد مظاهر الانفلات الأمني في تعز، فمن حالات السطو على المحال التجارية والتقطع والقتل في الشوارع العامة إلى استهداف المرافق الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمكاتب التنفيذية وأقسام الشرطة. مستشفى الثورة في تعز أعلن عن تعليق عمله عقب قيام مسلحين باقتحام قسم الطوارئ وتصفية أحد الجرحى وإصابة ممرض في قدمه. المستشفى الحكومي الذي يعد الأكبر في تعز توقف عن تقديم خدماته الطبية في جميع الأقسام حفاظا على سلامة الكادر ونزلاء المستشفى حد وصف المصدر الطبي. وطبقا لمصدر أمني فإن خلافا نشب بين مواطنين في حي السواني تسبب بمقتل مواطن وإصابة آخر، ما دفع أهالي المجني عليه لاقتحام المستشفى برفقة مسلحين وتصفية أحد الجرحى. وفي محاولات لضبط المتورطين في حادثة اقتحام المستشفى وتصفية أحد المواطنين، وجهت السلطة المحلية في محافظة تعز إدارة الشرطة بالعمل على ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مسلحون مستشفى الثورة في تعز. قبل نحو 7 أشهر أقدمت جماعة مسلحة على اقتحام المستشفى واختطاف جنديين من أفراد الشرطة العسكرية دون أي مقاومة من قبل حراسة المستشفى. وعلى الرغم من المطالبات المتعددة للسلطة المحلية بضرورة وقف الانفلات الأمني وتأمين المرافق العامة خاصة المستشفيات، إلا أن جهودها لا تزال قاصرة، وهو الأمر الذي يضعها أمام تساؤلات حيال قدرتها على ضبط الأمن في المدينة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من تعز نائب مدير إدارة الشرطة سمير الأشبط. سيادة العقيد مساء الخير. مساء النور عليك وعلى مستمعيك. أهلا بك. طبعا لست نائبا ولكن مساعدا لمدير الأمن. أهلا بك، سيتم تصحيح المعلومة. و نتحدث اليوم عن ما جرى في مستشفى الثورة. يعني لعلك تعلم سيد سمير أن هذه الحادثة ليست الأولى، وبالتالي يعني أن يعتدى على مستشفى مع وجود أجهزة أمنية يعني كما هو الواقع يعني في وسط المدينة، الوضع ربما هناك سيطرة أمنية جيدة، ما الذي يحدث؟ طبعا أولا أرحب بك وبمشاهديك وأشكر القناة على هذه التغطية الجميلة لأحداث تعز. الموضوع أولا حتى نسميه بمسميات الصحيحة، هم ليسوا بمواطنين، هم من أفراد الجيش ومن أفراد اللواء 35 سواء كان الجاني والمجني عليه. وهؤلاء طبعا كان لديهم مشاكل خاصة وتم تبادل إطلاق النار، وعندما يعني ذهبوا لإسعاف أحد الجناة أو أحد الأصحاب الذي حدث بينهم الاشتباك كان قد قتل أحدهم، فذهبوا وصفوا ليس الجريح ولكن صفوا أحد المهاجمين واحد المشتركين بالاشتباك السابق في منطقة السواني في مدينة تعز.
وطبعا الإجراءات الأمنية قوية، هي لا تعلم الإجراءات الأمنية ماذا سيحدث، لكن عندما حدث وتم البلاغ تحركت الحملة الأمنية وحاصرت المكان وتم متابعة الجناة، والآن حدد أسماء الجناة وعرفوا الجناة والذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء الذي نستنكرها ويستنكرها وتستنكرها مدينة تعز، المدينة المسالمة الوادعة التي دائما تبحث عن السلام وتبحث عن الأمن. ولا شك أن المستمع والمشاهد والمتابع لمدينة تعز لاحظ تطورا أمنيا ملحوظا، ولا ينكر هذا التطور إلا جاحد أو معاند. نعم، لكن سيادة العقيد، سيادة العقيد، هنا نقطة مهمة أيضا. المواطن يتساءل أن يعني أن تأتي إدارة الشرطة وتقوم بتحريك حملة أمنية بعد أن يكون قد قتل مواطن أو اثنان أو ثلاثة، يعني هنا يتساءل يعني لماذا لا تكون هناك إجراءات مسبقة، بمعنى مستشفى الثورة على وجه التحديد. هذه المستشفى لقد يعني تعرضت في فترات سابقة لاقتحامات واعتداءات كثيرة، يعني ألا يفترض أن تكون هذه المستشفى مؤمنة بشكل كامل بعناصر مؤهلة تستطيع حماية هذه أو هذا المبنى، وبالتالي لا تحدث أحداث كهذه؟ فعلا أنا معك في هذه المسألة. بالنسبة لإدارة عام الشرطة الآن وجهت بالتحقيق، ومش إدارة عام الشرطة أخي العزيز، حتى الوكيل الأول لمحافظة تعز وجه بالتحقيق ووجه قائد الشرطة العسكرية، لأن الحراسة هي من قيادة الشرطة العسكرية وليست من الأمن. نعم. وكذلك من اللواء 170، وهؤلاء جميعا يتبعون الجيش، ولكن المعروف أن قيادة الشرطة العسكرية قيادة مهنية وتحركت، ورأيتها اليوم بعيني، وأخذت أقوال الحراسة، حراسة المستشفى. ولا شك ولا ريب أننا سنرى عقابا حاسما ولا يعني قويا على هذا التسيب، ولا شك أن التعزيزات والتأمين سيكون أقوى. ونريد أن نعرف الملابسات، كيف دخلوا وكيف خرجوا، وهناك تقصير صحيح، لكن هناك إجراءات يعني شرطوية وعسكرية سيتم التحقيق وسيتم معاقبة من تسبب بهذا الخلل. نعم، إذا نبقى معي سيادة العقيد. أرحب الآن بضيفي من تعز المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، مساء الخير. مساء النور أخي. سيد عبد الهادي، لعلك تابعت ما حدث مؤخرا في تعز، هناك اقتحام لمستشفى الثورة وتصفية أحد المواطنين داخل مبنى أو حرم المستشفى، يعني هذه ليست الحادثة الأولى، كيف تقيم الوضع الأمني في مدينة تعز؟ أولا هذه فعلا ليست الحادثة الأولى، وحدثت قبلها حوادث، ومع الأسف الشديد أغلب الحوادث يكون فيها أطرافا عسكريين يتبعون وحدات محددة، وبالتالي نرى أن لا يتم إسعاف أي من المصابين من العسكريين سوى إلى المستشفى العسكري أولا. هذا من جانب، والمستشفى العسكري يتكفل الجيش بحمايته بدلا من إسعاف هذه الحالات إلى المستشفيات المدنية، وبالتالي الحراسات القائمة على المستشفى ليست بتلك القوة التي تستطيع منع بعض هؤلاء الذين يتعمدون إلى تصفيات أشبه بالتصفيات الثأرية لبعض خصومهم الذين يكونوا أسعفوا على غرار إما اشتباك أو عمليات تبادل إطلاق نار بالذات ما بين أفراد من الجيش. فهذه في الأساس إشكالية، والإشكالية الثانية أن الإجراءات بالنسبة للإخوة العسكريين إلى الآن لم تطلق أي محاكمة لأي من العسكريين عبر القضاء العسكري، وبالتالي أرى أن تفعيل النيابة العسكرية والقضاء العسكري في تعز، ولو تضطر سكيات الأركان ووزارة الدفاع إلى تعيين قاضي عسكري مستقلا في المحور بدلا من بقائها مربوطة ضمن المنطقة الرابعة، وهذا إشكال في حد ذاته، لأن الشرطة
تقوم باحتجاز أعداد كبيرة، لكن الحلقة 2 و3 من القضاء العسكري ليست مستكملة، وهي لب الإشكال في هذا الجانب. هذا لأن عدم اتخاذ إجراء محدد وردع للبعض، سوف تستمر هذه العمليات، لكن عندما يكون هنالك رادع بأحكام سابقة ولقوم في القصاص الحياة يا أولي الألباب، هذا الجانب الأساسي والأهم. أعتقد أن هذه الحوادث قد كثرت، وبالتالي نتكلم جميعا عن حالة الجانب الأمني، ويتم الإشارة إلى الأمن، وفي حين المسألة ليست أمنية صرف، لكن كما أوضح الناطق الآن أمامك أن الحراسات على هذا المستشفى ليست من قوة الأمن، وبالتالي لا نحمل قوة الأمن هذه المسؤولية. قوة الأمن في الفترة الأخيرة كان لها إنجازات جيدة على مستوى المدينة، حققت إنجازا جيد، وعلينا الاعتراف بهذا الجانب. هنالك بعض الوحدات مع الأسف الشديد الانضباط فيها ضعيف، وأيضا عدم الجزاء هو إشكالية في حد ذاته، وعلى بعض القوى العسكرية التي يشعر أن بيده بندقية، يشعر أنه منتهى الأشياء ونهايتها وهو القضاء وهو النيابة، وبالتالي يلجأ إلى أخذ حقه بيده، وهذه المسألة يجب أن توضع لها حلول من قبل أيضا الأمر الملفت سيد عبد الهادي، بأن يعني من يقومون بهذه العمليات داخل المستشفى وقتل أو التصفيات التي تحدث داخل المستشفى تحدث على مرأى من جنود الأمن المتواجدين أساسا حول المشفى، يعني هناك لا توجد لهم أي مقاومة مع هؤلاء الذين يقومون باقتحام حرم المستشفى. علينا العودة قليل إلى الخلف لمعرفة أن تعز تعرضت لمجموعة كبيرة من الاغتيالات، كان نتاجها أكثر من 260 حالة اغتيال، وهذه الملفات الغالبية منها قيدت ضد مجهول لأن لم يتم اللحاق بهؤلاء، وهم معروفين من ضمن وحدات محددة، وقسما منهم مسجلين ضمن المطلوبين أمنيا، ومع الأسف الوحدات التي ينتمون إليها أو الوحدة التي لم تسلم هؤلاء، وكانت الاتهامات تتجه باتجاه القوة الكتائب الموجودة في المدينة القديمة أو في بعض الوحدات. إذن هنا المسألة يجب أن تتخذ إجراءات حقيقية ضد المطلوبين للجهات الأمنية في قضايا بنائية وقضايا اغتيالات، لأن الناس يشعرون إن لم يأخذوا بحقهم فتتقيد المسألة ضد مجهول، ولن يتم معاقبة المرتكبين الجناية، وهو هي حالة كاملة ومتكاملة تفترض من الجميع. أولا من القوى الخشنة للدولة على رأسها الجيش والشرطة، ثم الأمن، ثم المواطنين والقوى الأخرى، عليها أن تحدد موقف من مسألة استخدام السلاح ومسألة العلاقة ومسألة حتى التهديد به، أو أحيانا ما تحصل اشتباكات قريبة من المواطنين، ويتم لماذا لا تتم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة في هذا الجانب من أجل الحفاظ على الأمن العام والأمن الكلي للمدينة والمحافظة. نعم، طيب سيد عبد الهادي تكرم بالبقاء معي، أعود لمساعد مدير إدارة الشرطة العقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد، حدثتني في بداية حديثك عن أن هناك تحقيقات في اعتداءات سابقة تمت، وأيضا تحقيقات في الاعتداء الأخير تجري حاليا. هذه التحقيقات السابقة ما هي النتيجة حول هذه التحقيقات؟ يعني هناك الحديث بأنه تجرى تحقيقات ولكن الناس لا تعرف ما هي النتيجة. طبعا بالنسبة للتحقيقات السابقة، نحن تم التحقيقات وتحديد يعني المهاجمين ويعني هوية القائمين على الهجوم والدافعين لهم، وكما تفضل الأخ العزيز عبد الهادي عندما تكلم أن هناك قوة تقف وراء هؤلاء الناس، وقوة مدعومة وقوة من الجيش وكتائب معينة، وكما قلنا أن الذي تم اغتياله أو يعني تصفيته في المستشفى في الأحداث الأخيرة هذه ليس من المواطنين العاديين، ولكن من نفس الكتيبة ونفس اللواء 35، كذا بالواضح نكون ناس
نضع النقاط على الحروف، اللواء 35 ما زال هناك أفراد له في المدينة، والثواني بالمناسبة حارة الثواني هي جزء من المدينة القديمة أصلا، والاشتباك الذي كان في المنطقة وعلى يعني ذخيرة واختصام على ذخيرة سابقة، وهناك مكون سابق قبل فترة والآن تصفية حسابات. يعني أفهم منك أن القاتل والمقتول جميعهم ينتمون للواء 35؟ نعم نعم نعم، أقولها بملء فمي. نعم نعم. إذن جميل، إذن ابقى معي سيادة العقيد. أعود للسيد عبد الهادي. سيد عبد الهادي، يعني البعض يطرح أن الانفلات الأمني يعني السبب الرئيسي لهذا الانفلات هو الصراع السياسي الحاصل في المدينة، إلى أي مدى يعني قد يكون صحيح هذا الطرح؟ الصراع السياسي قد يقود إلى منازعات من فصيل وفصيل آخر، وكلا الفصيلين معروفين، لكن يذكر العقيد أنا ليس عندي تفاصيل عن الحادث ومن الأطراف، لكن السيادة إلى كلام الأخ العقيد هذه من مجموعة الكتائب التي كانت منتشرة في المدينة، لأنه حدد منطقة الشواني وهي فعلا من المدينة القديمة، وبالتالي إذن المسألة مرتبطة بحسابات معينة، وهذه الكتائب كما هو معروف شكلا أنها بحسب ما يصرح بشكل دائم تدفع 35، وهو حدد أنها تدفع اللواء 35. إذا في خلافات معينة داخل الجيش هنا يظهر مسألة أخرى هي الضبط والربط والسيطرة. الضبط والربط داخل الجيش والسيطرة يجب أن تكون عندها على مستوى هذه الجرائم أيضا، وأصيب فيها الأم ممرضة، وبالتالي هذه مستشفى مدني يستخدم المدنيين. أرى أن يلزم الجيش بأن تتم إسعافاته إلى أماكن متخصصة تتبع الجيش، هناك مستشفى عسكري في المدينة، قلنا ألف مرة لماذا لا يتم إسعاف هؤلاء باتجاه المستشفى العسكري حتى لا تتكرر هذه الحوادث ولا يصبح المواطن طرفا في أي حادث، لأن المستشفيات العسكرية لا تستقبل للعسكريين أساسا، ولماذا سموا المستشفى عسكري؟ نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الهادي. أعود بالسؤال للعقيد سمير الأشبط. سيادة العقيد، لو أتينا على مسؤوليات الشرطة، يعني يفترض أن مستشفى الثورة هي من ضمن المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق الشرطة، ما علاقة الشرطة العسكرية بمستشفى مدنية؟ طبعا نحن نمر في مرحلة يعلمها الكل ويعلمها الجميع، نحن نمر في مرحلة حرب، نعلم أن الحوثي المجرم عامل جاهدا لتجريف المؤسسة العسكرية والأمنية، وأول جهاز من الأجهزة الأمنية العسكرية يعني الذي نشئ هو جهاز الشرطة العسكرية، وسلمت مستشفى الثورة لجهاز الشرطة العسكرية وكذلك للواء 170 دفاع قوي، والآن الذي مسيطر على الحراسة ويقوم بمهمة الحراسة هي الشرطة العسكرية، ولا ننكر يعني أنها تبذل يعني جهد مضاعف، لكن الوضع الأمني والوضع العسكري وانتشار السلاح وتفلت السلاح من أبناء الجيش وأبناءه، طبعا حتى لا يؤخذ علي في الكلام أنني حددت اللواء 35 بعينه، نحن سنحدد أي لواء من الألوية خالف وتسبب باختراق أو خلل أمني في مدينة سنحدده بالاسم، نحن نترك المجاملة جانبا ونصف الأمور بوصف دقيق ونقول بأن المعتدي من قبل مكان فلان من قبل لواء فلان، حتى يفهم الجمهور أن هناك تسيب من قبل بعض الألوية وهم الذين يحدثون الخلل الأمني داخل تعز. أقول أن الشرطة العسكرية استلمت هذا الحراسة لأن كان هناك عجز كبير في الجانب الأمني، وأعتقد لأننا من أبناء المنطقة أن الشرطة العسكرية من زمان من قبل الحرب وهم المكلفين بحراسة مستشفى الثورة العام.
نعم. إذن أشكرك سيادة العقيد سمير الأشبط على هذا الإيضاح، وشكرا جزيلا لك. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، يعني كيف يمكن للقوى السياسية المساهمة في دعم الجهات الأمنية لتحسين أدائها وحفظ الأمن بشكل جيد في المدينة؟ عندما نتكلم عن القوى الخصمة علينا أن نبتعد إلى حد كبير من مسألة القوى السياسية. القوى الخصمة عادة ما تمثل الدولة، وهذه القوى كما هو معروف دستوريا هي خارج مسألة الانتماء أو تبرم الانتماء. علينا النظر إلى هذه الوحدات وفق قانون الأمن ووفق قانون الحاجة والإمكانيات. الأمن في العادة قضية معلومات، وعادة ما تحصل اختراقات هنا أخرى وتحصل حوادث. المجتمع الذي بلا جريمة هو مجتمع ميت، أولا نسلم بهذه المسألة. لكن أيضا ما نسبة الجرائم؟ علينا أن نتكلم عن نسبة جرائم أسبوعية وشهرية مقارنة بالسنوات السابقة ومقارنة بأوضاع مدينة تحترها حرب. هذه مدينة تحتها حرب، فيها قوة عسكرية كبيرة، وبالتالي القوة العسكرية التي أيضا جمدت عملياتها العسكرية خارج أو في جبهة التحرير ما تتحول باتجاه الداخل. هذه قضية معروفة في العالم بأكمله. إذن هذه القوى يجب أن تتحرك في المهمة الأساسية الموكلة إليها، ما لم فإنها قد تحدث بعض الاختلالات إذا لم ترافق بإجراءات ضبط وربط عسكرية شديدة وأحكاما يسمونها أحكام أو الأعراف العسكرية أو حالة الطوارئ والعرف العسكري، وهذا الذي يؤدي أحيانا إلى محاكمات ميدان في القوات المسلحة. هذه مسألة معروفة من أجل ضبطها. إذا لم تتخذ هذه الإجراءات الحازمة ويتم تجريد بعض الضباط مثلا من ركبهم أو يتم تجميد أو فصل بعض الأفراد نظرا لسلوكهم، فإن المسألة سوف تتحول إلى فوضى. لذلك علينا دعم القيادات العسكرية لأن تقوم بمهامها ودورها العسكري دون ضجيج ودون إدخال المسألة السياسية كأنها هي الأساس. علينا التعامل مع الأمن بمقدار نجاحه من فشله، وما هي أسباب الفشل؟ علينا أن نكون أكثر إنصاف وأن نراعي أن هؤلاء يصطدمون مع تشكيلات عسكرية معها سلاح، وسلاح ربما أكثر من سلاح الأمن وأكثر ضبطا منه وأكثر قوة، على اعتبار أن وحدات الأمن سلاحها بسيط خصوصا الأمن العام أو النجاة. لكن هذه المسألة تقتضي أن يكون هناك عقوبات صارمة بالقانون، ولو وصلت المسألة من أجل ضبط العملية إلى التضحية وإجراء محاكمات ميدانية وبشكل سريع من أجل أن ينضبط بعض السفهاء الذين تغريهم غياب العقوبة فيتحولون إلى عدوات انتهاك، وهنا الإشكال. كما أن على الإخوة الإعلاميين أيضا تناول القضايا بحد ما بأبعادها وبمشكلاتها. لا يوجد قوى مجتمع بدون جريمة، لكن كم نسبة الجرائم في الوضع العادي والوضع الاعتيادي في المرحلة الماضية؟ نعم. وهذه المراحل كم تتكرر هذه الحوادث؟ مرة في الشهر أو في السنة أو في ستة أشهر؟ وعندما تصل إلى مرحلة خطيرة علينا أن نرفع أصواتنا. أنا أشكر أيضا الجميع الذين يتفاعلون مع أي قضية، بمعنى أن المجتمع لا زال حي وحساسيته مرتفعة، ولذلك يجب أن يشكلوا صفا في الوقوف ضد القوى التي لا تحترم القوانين ولا تلتزم بها، أو كما يسميهم تسميهم الأعراف الشعبية اليمنية مكسورين ناموس. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز، شكرا لك. ونكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.